بالنسبه لمساله السنه البيضاء يجب ان يعلم الجميع ان ازيد من 1.5 مليار حرم الدراسه بسبب الجائحه كوفيد 19 وازيد من 10 تلاميذ والطلبه بالنسبه لبلدنا الحبيب. طرح مساله السنه البيضاء تفاديناها السنه الماضيه بتضحيات الاطر الاداريه والتربويه، وجزنا امتحانات البكالوريا وانقذنا الموسم الدراسي بمقترحات نعتبرها جد ايجابيه على اعتبار ان هناك 75% من التحصيل الدراسي قد تم. اليوم هذه السنه علينا جميعا بذكائنا الجماعي ان نتجنب بكل الوسائل السنه البيضاء، لان الاثر ديالها لا يرتبط بسنه بل باجيال، على اعتبار ان التعثر في سنه يؤثر على جيل بكامله تربويا، ونعتبر ان هذا الجيل الذي يعاني الان في السنه الاولى بكالوريا هو جيل مدرسه النجاح الذي تعثر بسبب تاخر امتحان البكالوريا السنه الاولى، وهو الان يعاني من جراء هذا التاخير لانه بدا في السنه الثانيه، والسنة الثانية البكالوريا لا زالت لم تنطلق ما لم يجتاز بعد امتحان السنة الأولى. وبالتالي الحديث عن السنة البيضاء هو حديث لا يقلق فقط تلاميذ هذه السنة وأسر المتمدرس أبناء هذه السنة، بل أجيال وأثرها أكبر على المنظومة التربوية، لأن التخلف عن الدراسة قد يعني بالدرجة الأولى الهدر المدرسي، انقطاع خاصة في صفوف الفتيات في العالم القروي وفي المناطق الهشة. وبالتالي يجب التفكير عميقا وجليا في قرار مماثل لأنه لا يخدم المنظومة لسنوات مقبلة. بالنسبة لاختيار التمدرس حق المتمدرس وحق المتعلم، وليس حق الأب أيضا أن يحرم ابنه من التعلم أو التمدرس. وبالتالي اختارت الوزارة عدة طرق بمفاهيم جديدة، منها التعلم الذاتي أي التعلم بالمنزل، وهي أنشطة صفية تنقل إلى أنشطة منزلية، وهي لا تعني تعلم عن بعد ولكن تعني ممارسات وبيداغوجية، تعني المدرسة بالبيت، بمعنى آخر أن التعلم يكون بالمنزل بمجموعة من الأنشطة. وبالتالي اختيار الأب حرمان ابنه من تدرس، أقول بأن لا حق للأب أو الأسرة أن تحرم التلميذ من حق التمدرس الذي هو حق من الحقوق الأساسية للتلميذ، والتي يجب أن تؤخذ بمحمل الجد على اعتبار أنه ليس اختيار أسري كشراء الملابس أو غيرها، بل هذا يدخل في حق من حقوق الطفل الذي لا يحق للأب أن ينتهكه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.